الى كينان ديب، مقطوعه من امام كينان ديب، والاستحواذ من محمود اليونس على هذه الكره الى فهد عوده، الى اللاعب رقم 18، وكره رائعه وجميله ودخول موفق من الناحيه اليمنى وعرض الكره، ولكن رائعه هذه الكره للكرماويه من علي زكريا والمحوله الى داخل منطقه الجزاء. كانت كره جميله من عماد الحموي الى طبعا